هي الأجواء لدى عناصر شباب برج منيل بعد تحقيقهم الفوز الثاني في البطولة أمام أنصارهم على ملعب الشهيد بونعامة ببومرداس أمام الضيف مولودية بجاية. أصحاب الأرض دخلوا منذ البداية بقوة وآتية، المخالفة من حميدة محمد رياض صدها الإعلام، هذا الأخير من جانب الموب صد ورد مخالفة أخرى كادت تأتي بالهدف الأول. الفعالية الهجومية في المرحلة الأولى كانت من نصيب الفريق الضيف بعد هذه التسديدة القوية ردها محمد سعو من جانب شباب برج ملاين وأخرجها إلى الركنية. ركنية أتت بالجديد بما أن معوش تمكن من افتتاح باب التسجيل لفريقه بهذه الكيفية في الدقيقة 31 من بداية المباراة، مستغلا خطأ دفاعيا في المراقبة. محاولة أخيرة من أصحاب الأرض في المرحلة الأولى بغية العودة في النتيجة، لكن الإعلام في المتابعة هدف مقابل صفر هي نتيجة المرحلة الأولى، لكن في المرحلة الثانية شاهد ما قام به بن سعيد وبهذه المخالفة المباشرة عدل النتيجة بطريقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة سكنت شباك الإعلام. الموب بعد هذا الهدف رمى بكامل ثقله في الهجوم وكاد الوصول إلى شباك شباب برج ملايين في مرتين، الأولى عن طريق ربطي بهذه الرأسية، ولكن محمد ساعو في المكان المناسب. دائما محمد ساعو تألق من جانب فريق شباب برج منيل وأبعد الخطر على مرتين، ولكن الفعالية كانت لأصحاب الأرض الذين تمكنوا من خطف هدف ثاني غال عن طريق أحمد زاوش الذي حول هذه التوزيعة في شباك الإعلام. كان ذلك في الدقيقة 85، شاهدوا كيف سجل أحمد زاوش الهدف الثاني لفريق شباب برج منيل، هذا الفريق الذي تجدد بنسبة 100% هذا الموسم ويحقق الفوز الثاني له في بطولة القسم الثاني هواة وسط شرق بعد الأول أمام مولودية قسنطينة، يضيف الفوز الثاني أمام مولودية بجاية، هدف ثالث في المباراة لكنه ملغى بداعي التسلل. الموب عليه أن يراجع الحسابات قبل الدربي أمام شبيبة بجاية.